جبديتها خدامة ومشات بعيد. وكنشكر تريسيا بزاف على الخدمة ديالها والتواصل مع الناس ديالها والتواصل مع في الخدمة ديالها مزيان وفي الجمعية ديالها. راه ما كتفرقش ما بين الوظيفة ديالها والجمعية ديالها أبدا، كتخدم الوظيفة ديالها بوحدها وكتخدم الجمعية ديالها بوحدها. تريسيا راها مشاركة في عدة جمعيات، ماشي في جمعية وحدة، إلا في عدة جمعية. تريسيا جمعوية حقيقية، ماشي من الجمعيات اللي كيتخزنوا، إنما من الجمعيات اللي كيبانوا ديما. وشكرا شكرا لتريسيا. تنقول الدكتور أبو زيد هو اللي تفضل يعطي تريسيا عاين عاين الدكتور أبو زيد يقدم الهدية للأستاذة تريسيا فاضل. وكان نقول لبعض الجمعيات اللي هما فاعلة جمعويين، منهم الأستاذة خديجة ومنهم جمعية هنا معروفين، كنشكرهم بزاف اللي حضروا لهذه الأنشطة ديالنا. وكنقول لهم سمحوا لي خطره اخرى، راني غادي ندير لكم نتوما. شكرا جزيلا، ارجوك الوقت لا يسمح الوقت في يدي منى. تتفضل مشكوره الاستاذه تريسيا حسنيه ادريسي حسنيه. تقدم لها الهدية الأستاذة حفيظة شرميط رئيسة جمعية التقدم للأعمال الاجتماعية بمدينة مكناس. لحظة التكريم، لحظة الوفاء، شاءت الجمعيتان أن تقوم بهذا الاعتراف لفاعلات قدم الكثير في هذا المجال، شكرا لكم. فاطمة الحضراوي، الأستاذة فاطمة الحضراوي تتقدم لتسلم جائزتها أو الهدية المقدمة من طرف جمعية تقدم الأعمال الاجتماعية. تقدمها الأستاذة كذلك حفيظة شرميط، وكذلك ننادي على الأستاذ عبد الكريم بورزاق ليتفضل لتقديم أحد الهدايا. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الكريم بورزاق، وقدم هدية إلى الأستاذة فاطمة الحضراوي. شكرا جزيلا على هذا العمل النبيل، شكرا جزيلا على هذا الاعتراف النبيل، شكرا جزيلا على التفاتة الكريمة. المحور الثاني من التكريمات الأستاذة زهور الخاصي، فلتتفضل مشكورة لتسلم الهدية. كنشكر زهور الخاصي، راه مشاركة في عدة جمعيات وفي جمعية الآباء، كنشكرها مزيان لحقاش غادا في الجمعية ديالها ومشات بعيد، تبارك الله تبارك الله عليها، راها جمعية في مكناس ومعنى في الجمعية. شكرا جزيلا. ماديا وجمعويا
كنطلب من الأجنة هو اللي يدير عاش. أول كان ما تقولش مؤخر كان أنا كنشكر الأساتذة الكرام على هذه المداخلات الطيبة، وكنشكر الأخت مالكة وكنعتقد بأنها في البرج ملقبينها بأم الجمعيات، لأن تبارك الله الدور اللي كتقوم به واخا السن ما عنده حتى علاقة بالجمعية ولا بالتطوع لهذه، ولكن هذه الأم مالكة هي جمعية اللي كنقول لها جمعية شبابية، لأن باقي كتعطي وكتعطي، وكنتمناو لها الصحة وطول العمر وتبقى دائما أم الجمعية. حفيظة حفيظة ينادي الأستاذة بديعة الغربي، بديعة الغربي كذلك المحتفى بها فيها المحتفى بها كذلك بديعة الغربي جمعية ثقافية واجتماعية وحسية جمعية الأباء ومشات بعيد تبارك الله عليها، وكنشكرها بزاف على الخدمة اللي كتخدم الجمعية، وشكرا شكرا لها. تنقدم نعيمة كاكاني هي اللي تشد تكريم ديال بديعة الغربية مشغولة ويسلم لها. كنقول السي فؤاد هو اللي يقدم يسلم لها الهدية للسيد فؤاد الأشاوي فليتفضل. سلم الكادو ديال بديعة الغربي. الأستاذ فؤاد الأشاوي يسلم الهدية للأستاذة بديعة الغربي. شكرا مرة أخرى لجمعية الأعمال الاجتماعية برئاسة الأستاذة حفيظة شرميل على هذه الالتفاتة. حفيظة ننادي على المحتفى بها كذلك زهرة العماني فلتتفضل. تنشكر زهرة العماني وعلى الحضور ديالها وعلى الأعمال ديالها، لحقاش الأعمال ديالها الجماعي، وغادي يقدم لها تكريم السي حسن. هدية للأستاذة زهرة العماني، هدية زهرة أستاذة عماني، يسلم لها الهدية للأستاذ حسن شريف رئيس جمعية طائفة للشؤون الشعبية، وكذلك نائب رئيس جمعية التضامن للصوم بمكناس، وكذلك رئيس نادي الشباب التقدم لكرة القدم. ونشكر الأستاذة خديجة حركة من شكرا جزيلا لكل من ساهم في إحياء هذه المحطة الفكرية. هناك كلمة من نشكر الأستاذة ديالي اللي احنا درنا معها شراكة فاعلة جمعوية بمعنى الجمعويين كتكبر والكلمة عندها إلا قالتها أول عليها. كنشكر لالا حفيظة، راه حنا دوزنا انا وياها واحد النهار بزاف. كلمة للأستاذة حفيظة شرميل. السلام عليكم. كنشكر الحاجة حسنة إدريسي
وكنشكر فاطمة الحضراوي على هاد المجهودات ديالهم اللي كيديروا في بانيو وكيسهروا مع الناس وكيتعذبوا مع الناس وكنشكرهم بزاف بزاف والله يوفقهم والله يكمل عليهم بالخير وكنشكرهم بزاف على العمل ديالهم وعلى المساعدة ديالهم وشكرا لهم بزاف. الناس ديال الصحة منهم بانيو ومنهم محمد الخامس وكنشكر الطبيب ديالنا الدكتور أبو زيد نوى هو إنسان معاون وكنشكر الصحة ديال بانيو وهاد الجوج اللي راهما حضرونا وجاو شربوا لينا شكرا شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا وكان المجتمع المدني على هاد الحضور ديالهم وكنشكر الصحة اللي وقف معانا وما خلى ما قال لوين عبد الله لوين عبد الله لوين تبارك الله عبد الله لوين هذا خويا الصحافه صحافاتي وموقفوا معنا وجاو عندنا وكنشكروا الاساسيده وكنشكروا السي محمد وكنشكروا الازلي وكنشكروا شكرا جزيلا لكم على تلك الطيبة نعطي الكلمة النافية شكرا 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 أرجوكم شكرا شكرا نعطي كلمة النافية في حق الأستاذة كلمة شرميد حفيظة شرميد حفيظة شرميد من طرف الأستاذ كريم ورزاق وصراحة وصراحة إخوان ضروري من هذه الكلمة لأنني أنا شفت العناء اللي عانته هذه الإنسانة هذه وهذه الفاعلة الجمعوية النشيطة قدامي في السعي وراء إنجاح هذا اللقاء هذا زعما والله العظيم حقيقة إلا أخت شتاها الشكر لأن شتاها كانت كتجري وكتمشي وطالعة من عند السلطات العمومية ها هي عند القائد ها هي عند هذه أنا شتاها شي بعيني ماشي دي والذي باش تجيب هذا الترخيص وباش تجيب هذا القاعة هي والأخوات مع الحجة ولكن اللي شفت حفيظة قسم بالله أخوتي إلا راه تستحق الشكر الجزيل مع أن ما نعطيوك حفيظة شكرا جزيلا في الحقيقة وبدون مبالغة إن المدح قد يعتبر من قبل البعض على أن المدح والثناء من النفاق الاجتماعي ولكن من الواجب إعطاء كل ذي حق حقه مصداقا لقوله تعالى الجزاء والإحسان إلى الإحسان شكرا لكم جميعا وشكرا للأساتذة الكرام وشكرا إلى السلطات المحلية وشكرا على عدائكم وتواصلكم من أجل إنجاح هذا اللقاء أستاذة أو الحاجة مليكة وكذلك الأستاذة حفيظة شرمين قد أوشكنا على نهاية هذا اللقاء أرجوكم الوقت الاعمال الخيريه والاجتماعيه وكنتمناو الجمعيات يعطيو المجيد ويزيدو يخدمو يعني تبارك الله كاينين عده جمعيات شباب وشابات اللي كيخدمو وعاطين الجمعيات والصحافه اللي عاطين الجمعيات منهم يعني الاخت خديجه بوارا ومنهم الاخ سلام ومنهم الاخوات كاملين كلهم بالاسم ديالو وكنشكرهم جميعا لكل استثناء كذلك لكم جميعا لن نعتذر الوقت لا يسمح هناك كلمة أخيرة أو دعوة من طرف الوقت تطلب مشكورة غادي نختموا إن شاء الله ضيف لكم هناك حافل الشاي دعوة أخيرة كريمة من طرف الأخت فاعل الجمعوية تفضل مشكورة الحقيقة أنا ما بقالي ما نقول إلا أنني كندعوكم نهار السبت إن شاء الله 25 جانفي تكملة الموضوع اللي هو أي دور للمرأة في العمل الجمعوي بمكناس مرحبا بكم أي دور للمرأة في العمل الجمعوي مدينة مكناس يوم السبت إن شاء الله في المجمع الصناعي بمكناس نشكر الحضور الكريم وفي الختام نعطي ختاما مسك بآيات بدعاء من ختاما
بسم الله العلي بالله يتفرع من الساب أبو أشاوي من بعد إن شاء الله هناك حبشي على شرف الحضور الكريم. أنا أقول لحليكم أنا أحوال بها بسدة العلي بالله أقول بيت حيابكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أقمار. اللهم تعالى يكون ولين ونصير ومعين وضائر السدة العالية بالله ونفع علينا هذا الوباء حتى نتمكن من جميع أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا منكم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا فارق الحب والنوى اعط لكل امرئ منا ما نوى. بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.